ازيكم يا شباب؟ النهارده هنكمل ابلكيشن 5 فولت شيت 2. اول مساله: لونج ترانسميشن لاين از انرجايزد باي يونت ستيب فولت 1 ات سيندنج ان اند از اوبن سيركت ات ريسيفنج ان. كونستراكت باولي لاتس دايجرام اند اوبتين ذا فاليو اوف فولت ات ريسيفنج ان افتر لونج تايم. يعني انا عندي يونت ستيب فولت 1 ات سيندنج ان، وان الترانسميشن لاين ده از اوبن سيركت ات ريسيفنج ان، وبيقول لي وضح كونستراكت باولي لاتس دايجرام اند اوبتين ذا فاليو اوف فولت ات ريسيفنج ان افتر لونج تايم، وبيقول لي ان الاكتيفيشن فاكتور الفا بيساوي 8/10. اول حاجه الباولي لاتس دايجرام انا بعرف من خلاله البوزيشن اند دايركشن اوف موشن اوف اف بي انسيدنت ويف. وقلنا في شيت واحد ان الانسيدنت ويف بتتكون من جزئين، جزء ريفلكتد ويف وجزء ترانسميتد ويف. جزء ريفلكتد ويف بيكون له كوفيشنت اوف ريفلكشن، والجزء ترانسميتد كوفيشنت اوف ترانسميتد ويف. انا عندي في مساله هنا لونج ترانسميشن لاين از انرجايزد باي يونت ستيب فولت 1 ات سيندنج ان، يعني بالشكل ده كده سيندنج ان. انا عندي البوينت 0 0 و1 و1 و2 و3 و4 و5 بنسميهم سيندنج ان، وبالتالي انا عندي يونت ستيب 1 فولت ات سيندنج ان اند از اوبن سيركت ات ريسيفنج ان. يعني الامبيدنس ات ريسيفنج اند زد 3 بتساوي ما لا نهايه، والامبيدنس اوف سبلاي تساوي 0، وامبيدنس ات ريسيفنج اند تساوي ان هو زد 3 بيساوي ما لا نهايه. طب انا لما بيكون عندي يونت ستيب فولت ات جوينت وليكن دي 1 ودي 2، بيحصل يعني بيحصل لليونت ستيب او الويف حاجتين، ترانسميتد وريفليكشن، وبالتالي انا محتاج احسب الكوفيشنت اوف ريفليكشن والكوفيشنت اوف ترانسميشن ات جوينت 1 اللي هم اي 1 داش وبي 1 داش، واحسب نفس المعاملات اي 2 وبي 2 اللي هو الكوفيشنت اوف ريفليكشن والكوفيشنت اوف ترانسميشن ات جوينت 2. الكوفيشنت اوف ريفليكشن عباره عن ايه؟ لو انا جاي الويف جايه من هنا بالشكل ده، هو بنقول الامبيدنس البعيده ناقص الامبيدنس القريبه على مجموعها. الامبيدنس البعيده اللي هي امبيدنس 1 اللي هي زد 1، الامبيدنس القريبه اللي هي زد 2، وبالتالي زد 1 ناقص زد 2 على زد 1 زائد زد 2 بتساوي ايه؟ 0 ناقص زد على 0 زائد زد بتساوي ماينس 1. يبقى الكوفيشنت اوف ريفليكشن اوف يونت ستيب فولت ات جوينت 1 بتساوي ماينس 1. طب البي 1 داش الكوفيشنت اوف ترانسميشن تساوي 1 زائد الاي 1 داش ب 1 بلس ماينس 1 يبقى تساوي 0، يبقى البي 1 داش تساوي 0 والاي 1 داش بتساوي ماينس 1. طب لو الويف دي جايه من الناحيه هنا جايه كده، هيبقى الامبيدنس البعيدة ناقص القريبة، يعني زد 2 ناقص زد 1 على زد 1 زد 2. انما هنا في المسألة اليونت ستيب فولت اتسندنج ان جوينت 1، هنلاقي الامبيدنس البعيدة هي زد 1 ناقص الامبيدنس القريبة زد 2 اللي هي بتساوي زد. هنلاقي ان الويف قيمتها الامبليتيود بتاعها بتساوي 1 اتسندنج بوينت 0، الفولت هيحصل له ريديوس باي اتنويشن فاكتور الالفا، وقلنا ان الالفا بتساوي 8/10، يبقى الواحد ملتبلاي الالفا يساوي 8/10، الاي نوت بواحد، الالفا 8/10 ب 8/10 في 1 تساوي 8/10. وصلت الويف عند سيندنج اند 1، هيبتدي يحصل لها ترانسميت ويحصل لها ريفليكشن. طيب الترانسميت عباره عن ايه؟ بي 2 في الالفا اي نوت، احنا حسبنا ان كوفيشنت اوف ترانسميشن اوف ترانسميتد ويف ب 2
هيساوي 2، ف 2 في الالفا ينوت. طب الجزء اللي حصل له ريفليكشن من سيندنج اند 1 ل 2 عبارة عن الالفا ينوت مالتبلاي في الاتنين في الالفا، يبقى اللي هتبقى الويف الامبليتود بتاعها النهائي 2 الفا تربيع ينوت، اعوض عن الانوت بواحد، والالفا تربيع 8 من 10 تربيع، والاتنين حسبناها بواحد، يبقى واحد في 8 من 10 تربيع في واحد بتساوي 64 من 100. يبقى وصلت الويف عند سندنج اند 2، ابتدي يحصل لها ترانسميت وريفليكشن. ترانسميت احنا ما رسمناهوش لان البي واحد داش الجزء اللي بزيرو، وبالتالي احنا مع الريفليكشن. فالجزء اللي هيحصل له ريفليكشن اللي هو من سندنج اند 2 ل 3 عباره عن ايه؟ الاثنين في الالفا تربيع ينوت اللي جاي من هنا اهو مالتبلاي في الاي واحد داش في الالفا، فبقت الالفا تكعيب في اي واحد داش في اثنين في الاي نوت، اعوض الاي نوت بواحد، 8 من 10 تكعيب في الاثنين بواحد في الاي واحد داش بكام؟ كوفيشنت اوف ريفليكشن بسالب واحد، يبقى الناتج النهائي سالب 512 من 1000. ده كده الويف الامبليتود بتاعها وصل لحد سندنج اند 3. ابتدي يحصل له ترانسميت وريفليكشن. الترانسميت ب A داش ب 2 في الالفا تكعيب اي نوت، عوض عن البي 2 ب 2 وسالب 1 يبقى سالب 2 في الالفا تكعيب اي نوت. طب الجزء اللي هيحصل له ريفليكشن هو الجزء اللي هو اي 1 داش 2 اي الفا تكعيب اي نوت مالتبلاي في الالفا، بقت الالفا اس 4 والاي 1 داش 2 2 في الالفا تكعيب في نص بنضرب في الالفا في الاثنين، فبقت الاثنين تربيع، يبقى اي 1 داش 2 تربيع الفا اس 4 في الاي نوت، نعوض عنها نلاقي ان القيمه سالب 409 من 1000 عند سيندنج 4. طب الريفليكشن اللي هيحصل له لحد ما يوصل لسيندنج 5 هنلاقي ان ما هنحسب مالتبلاي في الاي واحد داش في الالفا، وبالتالي هنلاقي ان الاي واحد داش بقت اي واحد داش سكوير، والالفا كانت الفا اس 4 بقت الفا اس 5، يبقى اي واحد داش سكوير في الاي 2 تربيع في الالفا اس 5 في الاي نوت، نعوض هنلاقي 327 من 1000 يبقى عند سندنج ان 5. طب حصل لها برضو جزء حصل له ترانسميت وجزء حصل له ريفليكشن. الجزء اللي حصل له ترانسميت عباره عن 2 الالفا اس 5 ينوت، تمام. الجزء اللي حصل له هيحصل له ريفليكشن بسندنج اند 6. طب احنا كده وضحنا الباور لاتس دايجرام. طب هو عايز يحسب الفولت افتر لونج تايم، انا هداني ارسم سندنج بوينت او سندنج اند لحد كام؟ ما انا مش معقول هداني ارسم من 5 ل 6 و 6 ل 7 لحد 100، يعني مش معقول. فنلاقي ان الفولت ات ريسيفنج افتر 4 ان يونت اوف تايم بعد 4، الفولت بعد ال 4 له يونت تايم. اليونت تايم عباره عن ايه؟ الفا ناقص الفا تكعيب زائد الفا اس 5 مالتبلاي في 2. جت منين؟ احنا الفولت اوف ويف دي عبارة عن ويف اتسندنج اند 1 و 2 و 3 و 4 و 5، وبالتالي الويف بيحسبها الفولت بتاعها بطريقتين، يا اما اعمل سميشن للترانسميتد عند سندنج اند 1 يبقى ده بلس ده بلس ده، فهنلاقي ان البي 2 عبارة عن 2 في الالفا ف2 الانوت بواحد، فخلاص مش هنقعد بقى كل شويه نقول انوت، فالانوت بواحد خلاص، فيبقى 2 في الالفا زائد ماينس 2 في الالفا تكعيب زائد 2 الفا اس 5. لو خدت الاثنين عامل مشترك هتبقي هتلاقي ان الايكويشن بقت 2 الفا ناقص الفا تكعيب زائد الفا اس 5، يبقى ده الفولت بحسبه بالشكل ده كده. ممكن احسبه ان اعمل سميشن للاثنين دمك مع بعض، بلس الاثنين دمك مع بعض بلس الضلعين دمك الريفليكشن والانسنت مع بعض، هنلاقي ان برضه هيحصل نفس الايكويشن. فانت عشان ما تلخبطش نفسك خليك هنا في الجزء ده سميشن للفولت
البي 2 الفا بلس ماينس 2 الفا تكعيب بلس 2 الفا اس 5. طب الفولت بعد سندنج اند 4 لقينا ان التايم يونت ستيب اليونت تايم بتاعه هو الالفا ناقص الفا تكعيب زائد الفا اس 5 في 2. يعني احنا لو الموجه الويف حصل له من سندنج 5 ل 6 هنلاقي ان اليونت تايم بتاعه برضو بيساوي الكلام ده. فقال لك خلاص ده بدا متسلسله الفا، فالفولت هي عباره عن ايه؟ 2 الفا في 1 ناقص الالفا اس 4 في ان زائد 1 على 1 زائد الالفا سكوير فانكشن اوف يو اوف تي مالتبلاي في يو اوف تي. طيب هو بيقول لي احسب الفولت ات ريسيفنج اند افتر لونج تايم، يعني بعد قد ايه؟ يعني بعد يونت تايم ما لا نهايه. بعد يونت تايم ما لا نهايه، يعني انا لو عوضت عن الان الان ده اللي هو السندنج ان، عمال عوض بقى باربعة وخمسة وستة وسبعة، الاقي ان الترم ده اللي هو واحد ناقص الالفا هيساوي ايكوال بواحد، فهيبقى الايكويشن عبارة عن اتنين الفا على واحد زائد الفا سكوير. جت منين؟ انا الفا اس اربعة، تمانية من عشرة اس اربعة قيمة، طب تمانية من عشرة اس عشرين، هنلاقي ان القيمة بتاعت الفا بتقل، هتوصل لحد ما نلاقي ان الواحد ناقص الترم ده بواحد. فهيبقى الناتج النهائي ان الايكويشن الفولت عبارة عن ايه؟ اتنين في الالفا على واحد زائد الالفا سكوير مالتبلاي يو اوف تي. طب انا عايز الفولت بقى ات ريسيفنج اند عند ما لا نهاية، هنعوض بقيمة الالفا الاتنويشن فاكتور 8 من 10 يبقى 2 في 8 من 10 على 1 زائد 8 من 10 سكوير في يو اوف تي، هنلاقي ان الفولت ات ما لا نهاية يساوي 9 من 10 او 97 من 100 يو اوف تي. يبقى احنا كده حسبنا الفولت ات ريسيفنج اند افتر لونج تايم تي ما لا نهاية. يبقى احنا نخلي بالنا حاجتين في المسألة بتاعت الباور لاتس دايجرام، ابقى عارف الانسيدنت ويف او يونت ستيب جايه من هنا بالشكل ده، او عند السندنج اند جايه كده، لان ده هيفرق معاك في حسابات الكوفيشنت اوف ريفليكشن والكوفيشنت اوف ترانسميشن. بدل ما هتقول ان الامبيدنس لو هي جايه من هنا من عند يونت ستيب 1 فولت، فهنقول ان زد 2 ناقص زد 1 على زد 1 زد 2. انما لو هي عند سندنج اند عند جوينت 1 هنا، هنقول ان زد البعيده اللي هي زد سبلاي ناقص الامبيدنس بتاعت الزد على مجموعها، فهتفرق معاك في الارقام. ده بالنسبه للمساله رقم 1. المساله رقم 2 بيقول لي ديتيرمن سبارك اوفر فولت اند اريستور كارنت وين سيرج اريستور از كونكت ات ذا اند اوف ترانسميشن لاين هافينج سيرج امبيدنس 4000 اوم. اسيوم افرض ان السيرج اوف 10000 كيلو فولت بي سترايك اريستور. السيرج اريستور كاركترستيك فور امبالس كارنت مي بي تيكن اس فول. يعني هو بيقول ان السيرج اريستور عباره عن ايه؟ متوصل متوصل السيرج سبارك، هو عايز يحسب السيرج اريستور متوصل بالاند اوف ترانسميشن لاين، اند اوف ترانسميشن لاين الامبيدنس 400 اوم. المساله هنا دي 400، فالامبيدنس 400 اوم متوصله بتاع الامبيدنس 400 اوف ترانسميشن لاين كونكتد ات اند اوف سيرج اريستور. سيرج اريستور متوصل في ات اند اوف ترانسميشن لاين 400 اوم، يعني 400 مش 4000. وبيقول لي ان هو عايز يحسب السبارك اوفر فولت والاريستور كارنت. طيب احنا بنحسب السبارك اوفر فولت والاريستور كارنت في حالتين. اول حاجه لو الترانسميشن لاين ده اوبن اندد، اوبن اندد ترانسميشن لاين يعني اوبن سيركت، وفي الحاله الثانيه لو هو كونتينوس ترانسميشن لاين. هتفرق في ايه؟ انا لازم احسب القيمه بتاعه الفولت اللي السيرج اريستور عن اعلى حاجه ممكن نتعرض لها. في الاوبن اندد بالاوبن سيركت في الشيت واحد لقينا ان الفولت
الريفلكتد بيبقى الدبل دبل فولت، معنى ان هو اتنين في اليو اوف تي، اتنين اي في يو اوف تي. وبالتالي انا عندي الكونتينيوس الفولت في المسألة بألف، اللي هو بيقول لي الالف كيلو فولت سترايك، يبقى الدبل بتاعه الفين، الفين كيلو فولت. بنا في اول حالة بعتبر ان الترانسميشن لاين ده open ended، بمعنى ان هو open circuit، وبالتالي الفولت يحصل له دبل، هيبقى اتنين في الف بالفين كيلو فولت. واحسب الماكس كارنت سيرج بناء على كده، معنى ان الفين على الامبيدنس بتاع الترانسميشن لاين بربعمية، يبقى خمسة كيلو امبير. طيب انا دلوقتي عندي فولت اللي انا فرضته اللي هو الفين كيلو فولت، والماكس سيرج الكارنت ماكس المقابل للالفين هو الخمسة كيلو امبير. انا عندي في المسألة الكاركترستيك بتاعت سيرج الريستور، هو مديها لي تيبل، قال لي ان عند سيرج كارنت واحد ونص كان الريستور فولت 264، وتلاتة كان 308، وعند خمسة كان 336، وعند العشرة كيلو امبير كان 360 كيلو فولت. هرسم الكاركترستيك ده، هتطلع بالشكل معايا الكيرف ده، الشكل اللي هو الكيرف بالازرق. التقاطع ما بين البوينت اللي هو الالفين اسيوم كيلو فولت اللي انا فرضتها والخمسة كيلو امبير اللي هو الماكس سيرج كارنت اكوردنج طول الالفين، التقاطع ده مع الكاركترستيك بتاع السيرج الريستور هحصل منه على قيمتين. قيمة الفولت قيمة الفولت سبارك اوفر فولت والكارنت الريستور كارنت. نلاقي ان الريستور كارنت لو انا نزلت كده، نلاقي ان الريستور كارنت طلع 3.9 كيلو امبير. As a result of التقاطع ما بين اللاين اللي انا عندي البوينت بتاعته اللي هو ال 2000 كيلو فولت مع الخمسة، مع تقاطع مع السيرج الريستور كاركترستيك اللي هو من التيبل رسمتها، نلاقي ان اول بوينت هقدر اجيبها الريستور 3.9 من 10 كيلو امبير. طيب الفولت اللي هيكون موجود الناحية المقابل، لو انا خدت خط كده، هنلاقي ان الفولت السبارك اوفر فولت 330 كيلو فولت، او بيسموه الدروب فولت ان سيرج الريستور، دروب فولت ان سيرج الريستور. طيب يبقى الفاينل سبارك اوفر فولت هيساوي كام؟ انا حسبت الدروب فولت او السبارك اوفر فولت من التقاطع ده 330، هنضيف اد 5% فولتج دروب، بمعنى ان انا السيرجال ريستور او الترانسميشن ده ممكن نتعرض لحاجه اسمها ستيب فرونت امبالس ويف، فبعمل حسابي بزود 5% ديو تو الفولتج دروب، او اللي ممكن الستيب فرونت امبالس ويف 5% زياده على الفولت اللي انا حسبته. هنلاقي ان 330 في 1.5% هنلاقي ان السبارك اوفر فولت يساوي 346.5 كيلو فولت. يبقى انا كده بحسب السبارك اوفر فولت للسيرج الريستور والريستور كارنت اكوردنج تو، اول حاجه لو الترانسميشن لاين ده اوبن اندد، بمعنى ان هو ترمينيتد اوبن اندد، بمعنى ان هو اوبن سيركت، فنلاقي ان الفولت هيحصل له دبل، فيبقى 2 في 1000 ب 2000، واحسب الماكس كارنت سيرج كارنت بناء على ال 2000 فيبقى 5. فيبقى انا عندي كده 2 بوينت، 2 بوينت اقدر من خلالهم ارسم خط، الخط ده يعمل تقاطع مع الكاركترستيك بتاعه السيرج الريستور اللي هو مدالي جيفن في المساله، من خلاله اقدر اجيب الاي الريستور والفولتج دروب او السبارك اوفر فولت في الفولتج الريستور، وبالتالي هيطلع 330 كيلو فولت. طب انا عندي سير الترانسميشن لاين ده ممكن يتعرض لحاجه اسمها الستيب فرونت امبالس ويف، فبضيف 5% زياده على الفولت وانا ديزاين للريستور عشان الستيب فرونت امبالس ويف، فهنلاقي ان السبارك اوفر فولت هيساوي 1.5% في 330 بيساوي 346.5.
ده اول حاله. طب تاني حاله، تاني حاله اللي هو في المساله ان هو لو السيرج ده اسكونتنسيشن لاين ده كونتينوس، فالفولت هو ال 1000 كيلو فولت بتاعي، يبقى الاي ماكس سيرج هيساوي ايه؟ السيرج في فولت على الامبيدنس، يبقى ال 1000 على 400 2.5 كيلو امبير، 2.5 كيلو امبير. يبقى هنرسم تقاطع ما بين اللي عندي 2 بوينت، خط 2 بوينت ال 1000 مع 2.5، هرسم ال 1000 وادي ال 2.5، وهيحصل تقاطع مع كاركترستيك تيبل بتاعه السيرج اريستور، ننزل برضو خط بالشكل ده كده التقاطع، والناحيه الثانيه على الاكس محور الفولت، نلاقي ان الفولت 280 وان الكرنت 1.8. برضو نفس الفكره بتاعه الستيب فرونت امبالس ويف، نضيف 5% زياده على الدروب فولت السيرج اريستور او السبارك اوفر فولت، بنلاقي ان 1.5% في 280 ب 294 كيلو فولت. بنا المساله حسبت بناء على حاجتين، اول حاله لو الترانسميشن لاين اوبن اندد ترمينيتد اوبن اندد، يبقى الفولت حصل له دبل، يبقى ال 1000 هتبقى 2000 واجيب الماكس سيرج كارنت ومقابل لل 2000، وابتدي اعمل خط اقطع بيه تقاطع مع السيرج الريستور كاركترستيك من التيبل، واجيب الكرنت والسبارك اوفر فولت. وفي الحاله الثانيه لو هو كونتينيوس، بمعنى ان السيرج فولت زي اللي جيفن في المساله ب 1000 كيلو فولت، وهحسب الماكس سيرج كرنت والامبيدنس عندي ب 400، وبالتالي 2.5 كيلو امبير. يبقى انا عندي خط اقدر من 2 بوينت، اول بوينت 1000 ثاني بوينت ب 2.5، ارسمهم في تقاطع مع السيرج اريستور تيبل، وابتدي احسب السبارك اوفر فولت والاريستور. ده بالنسبة للمسألة رقم 2.